في فلسفات كتيرة، في فلسفة الحياة، فلسفة الأكل، فلسفة ضبط النفس، إنما فلسفة البلوك جديدة. كتاب جديد للكاتب الصحفي أستاذ محمد عبد الرحمن، جمع فيه مجموعة من الأفكار اللي لها علاقة بالديجيتال أو علاقته بالعالم الافتراضي، فلسفة البلوك. العنوان جذاب والتفاصيل كمان فيها شبه من كتير من الأفكار اللي بتجيلنا وإحنا بنتعامل مع الإنترنت. اهلا بحضرتك استاذ محمد، اهلا بيك. اهلا بيك يا استاذ منى. استاذ محمد عبد الرحمن كتب في حاجات كتيره وبيمارس الاعلام باشكال مختلفه، انما عنوان فلسفه البلوك كان يعني جذاب. احنا قلنا في فلسفه الحياه، فلسفه العلاقات الزوجيه، انما فلسفه البلوك جديده. هو يعني كانت محاوله لتحليل مختلف للحاجه اللي احنا عايشينها بقالنا 10 سنين. وأنا اكتشفت بعد مجموعة من القراءات إن الموضوع فعلا أعمق بكتير وأقدم بكتير من الفترة دي. الناس كلها بقت عايشة على السوشيال ميديا، كل الجمهور اللي معانا دلوقتي ده أول حاجة هيفكر فيها بعد ما نخلص إن هو يشوف حصل إيه على موبايله أو على الفيسبوك بتاعه أو على الواتساب وإحنا أوفلاين. الحالة دي كان ليها إيجابيات بس طبعا أكيد ليها سلبيات كتير قوي. حاولت بقى من خلال هذا الكتاب فعلا ان انا اعملها، عشان كده باكد انه البلوك مش بس ان احنا بنعمل بلوك لبعض، لكن في بلوكات كتيره بقت موجوده في حياتنا بقت تحولت الى فلسفه، بس فلسفه سلبيه. يعني الكتاب يستوقفك في حاجات كتيره. اولا انت واخد نفسك كمرجع، يعني انت مواطن مصري ما كنتش متخيل في يوم من الايام انه هيبقى الفيسبوك بتاعك ده حاجه مهمه جدا في حياتك. يعني لما عملته كنت زي ناس كتيره كده بتعمله السلام، وكمان ما كنتش متخيل انه هياثر على مهنتي، لان احنا كصحافه وكاعلام اتاثرنا جدا بالموضوع. فانا حبيت وانا بحلل اللي بيحصل دلوقتي ارجع لزمان حصل ايه. زمان ده اللي هو 12 سنه او 13 سنه، مش كتير بس التاثير المره دي اكبر. احنا واحنا في بدايه المهنه زي ما حضرتك عارفه كنا دايما قضايانا ايه، هل يلغي التلفزيون الراديو، هل يلغي الراديو الجرايد، هل تلغي الفضائيات التلفزيون الارضي. كل ده كان موضوع بسيط جدا. دلوقتي الوضع فعلا مختلف. احنا واحنا بنتكلم دلوقتي في جيل تاني بيطلع مش معترف بالفيسبوك اصلا، يعني في جيل تحت 15 و16 سنه مش شايف ان الفيسبوك موضه قديمه طبعا، وبيتعامل بقى مع السناب شات وبيتعامل مع التيك توك بوضع بشكل مختلف. كل ده احنا انجرفنا ليه من غير ما نقف ونقول هو ده بيحصل ليه.